عندك حاجة ويا إمامك الرضا اليوم لو ما عندك؟ يلا أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء. قال إيه عندي حاجة وقلبي محترق بهالحاجة. إيش عندك؟ قال دخيلك يا الرضا جيناك ننشدك والدمع بالعين يا باب الله وفقنا نزور بكربلاء الحسن. تدري عنا مشتاقين وبينا بكل قلب جمرة نريد الكربلاء نسافر نزور مدلل الزهرة. ذاك اللي انقطع راسه وبالخيل انطحن صدره نريد نقبل الأعتاب وهناك نعفر الخد. اي مأجور مأجور مأجور. شايفين الزوار شاية الأربعين شلون؟ إلا اللي عام وياهم والسنة قاعد هني متلهف يقول والله الكربلة من بعيد نريد نروح عنايا نعوف الأهل والأوطان ونمشي مع المشاية وكل من تجري دمعاته وبجفة شايل الراية ونقعد بالمضايف ريت ونبكي بالحزن كل حي. وصلت إلى كربلاء دخلت إلى زيارة الغريب وانت طالع تزور أخوه يقول لك الحسين عاد يا زاير عندي طلب إذا رحت لزمت شباك أبو فاضل سلم عليه واطلب حاجتك بس لا تذكر عندها المصيبة. أي مصيبة يا أبو علي؟ يقول لكن عاد يا الزاير لا تجرح قمر عدنان وتحكي عند عن زينب ضربوها بني سفيان. تدري بالعزيز عليه زينب تدخل بديوان صار الشمر حاديها ومنها ورم المتنة. أعيد يا أبو زين مأجور أعرف متلهفين على غربة الزينة وزوار الأربعين كلهم يمشون على مسير زينب يبغون يوصلون قبل يوم الأربعين حتى لا تشعر بالغربة. يقول لكن عاد يا الزاير لا تجرح قمر عدنان وتحكي عند عن زينب ضربوها بني سفيان. تدري بالغريب تدري بالعزيز عليه زينب تدخل بديوان صار الشمر حاديها ومنها ورم المتن. وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات إلهي بغريب الغريب والمدفون في أرض طوس بأنيس النفوس. فرج عن كل مكروب يا الله اشف كل مريض.